اغبى واكلخ حوايج تصوروا قدام الكاميرا. هاد خونا هو اكبر معقش شفتو في حياتي. بلاصت مي قطع الميكا وعطاها للسيد، خلاه يعمر راسه في الميكا، ومين مشى جر ليه داك الميكات كامل اللي كاين، وشوف كيفاش كيشوف فيه. بغيت نعرف اش كيعاين. وقيتها حبس عاد جاتو الفكرة انه يشد هذاك وبدا يجمعه، وكنشوف الطريقة اللي كيجمع بها عرفتي، راه عصبني والله تعصبني. هاد خونا انا متاكد انه عمره قرا الفيزيك في حياته، حيتاش تخيل ملي غيكبل ما سخون على الزاج داك الثلج اللي مغطي الزاج غيمشي، والبلان كيدير بواحد الثقة في النفس العالية. يلا سير اخويا قلب لك على فين تبدل هاد الزاج. اخوان انا بغيت نعرف حاجة وحدة، السيد اللي ركب هاد اللعيبة في هاد الكاميو واش هو انسان فحالنا فحالو زعما؟ والبلان الثاني هو شوفوا الشيفور كيفاش مقاتل باش يطلع في الطلع. يعني ماذا نستنتج؟ ان الشيفور هو اللي ركب هاد اللعيب، حيتاش كيف يعقل انك انت باقي تطلع في الطلعه واخا كيكابر عليك الكاميرا ومرتاح؟ غريب. تصور معايا انت خدام من 8 الصباح ل 6 العشيه وعندك ستريس بزاف والخدمه بزاف، وزيدك المدير حتى هو كيسطع لك راس، وتزيد تكمل عليك الحياه ويوقع عليك بلاد من السقف. هذه هي البلان ديال طاح عليا من السما. هاد خونا بلاصت ما يهبط ويحيد ديك اللعيبه من قدام الطوموبيل، لا قال اجي نديماري ونطلع فوق وندوز بلا ما نهبط. ويلا دابا هبط صحه وجيب الديباناج وشوف شوف واش دوز. مشالك النار اخويا. الناس اللي كتعاني من الغلا ديال ليسونس، هاد السيد جاب لكم الحل. طلع الموطور في الطرام كيش ضحك. وخويا هذا هو الحل اللي بقى لينا معكم في هاد البلاد الجميله. شكون الخوت في الطاري لي فحال هاد البلان؟ كتمشي ترمي ميكا الزبل في طرو الزبل، كتصدق مفرقع عليك حتى الارض، كتولي دي الزبل جوج المرات. ما حنا معاك ناكلو، كناكلو الروينه، كتلقى مطيشه مع قرعه د الماء مع الدجاج مهرس مع لافوكا، وصدقت كنجمع فيه بيدي. فاش كتكون مهندس ديال الديكور وطالع غير بالنقيل اشنو كدير؟ دير ليهم ديك اللعيبه فوق الروبين. بلاصتي هي ما كتنشف لي يدينا صدق مفزكاك كثر. هاد الدري هذا مع تلفو التليفون، بلاصت ما يرمي الزبل رمى التليفون وعاد يضرب لي في راسو ورجع يقلب عليه.